أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: من كان يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا وافق يوم فطره في يوم عرفة أو في يوم عاشوراء أو الأيام البيض، هل الأفضل أن يصومهن أو يستمر على ما هو عليه في صيام يوم وإفطار يوم؟ وما هو الأفضل في الصيام؟ الصيام المنصوص عليه يصومه، والصيام يوم وإفطار يوم هذا في غير الأيام المنصوص على صيامه، ويصوم 3 أيام من كل شهر، يصوم 2 والخميس من كل أسبوع، يصوم عرفة، يصوم عاشوراء، يصوم 10 ذي الحجة، يصوم الأيام المنصوص عليها، وما زاد عن هذه الأيام يصوم يوم ويفطر يوم بقية دهره. نعم، فيحافظ على المنصوص عليه من الصيام ويزيد عليه فيما بقي من السنة، أن يصوم يوما ويفطر يوما. نعم.